انا ماليش دعوه بسهر، انا بسالك عندك استعداد تتجوزني؟ روحي دلوقتي يا سهر. مش متنيله ومروحه، افتح الباب ده انا هفتح نافوخك. بقول لك روحي. مش مروحه، افتح. وكمان قاعدين لي في الضلمه يا اختي، ايه اللي جابك هنا؟ اه شغل نافق بقى يا حبيبتي. بقى دي عمال ولاد الاصول؟ ده انت ما حصلتيش ولاد الشوارع. عيب يا سهر، ما تغلطيش في صاحبتك. صاحبتي؟ شلها يا صاحبتي، انت وصاحبتي قاعدين في الضلمه وتقولي صاحبتي. هدي اعصابك، مش تعرفي الاول الحقيقه؟ ما الحقيقه يا اختي واضحه زي الشمس. جايب لها الخمره بتاعتي كمان. وريني يا اختي لابسه ايه، لا تكوني لابسه هدومي ورثاني بالحقيقه. بلاش شغل حواري وبطلي قله ادب. قله ادب؟ بقى انا اللي بقوله قله ادب واللي بتعمله جوه مش قله ادب. احب اقدم لك حسين جوزي. يا نهار ابوكوا اسود، عملتها يا ابن الكلب. تتجوز عليا يا دول؟ دي متوحشه، حقينك متشرده. طلعها يا حسام، طلعها دلوقتي حالا. يطلق مين يا انت العادي؟ لا يا حبيبتي، انا ما طلبتش الطلاق وقاعد على قلبكم لطالون، واخسرها في كتتكم دي. اوعى من وشي. الهي ما تقوم لك قومه الليله دي، يا رب تبقى ليله سودا على دماغتكم. سيبكم البلد. سهر، ما تزعليش، أنا هعوضك عن الليلة دي. برضو بحبك. أعوذ بالله، بس أنت عجبتيني أوي. أيوة كده، أوعي تباني ضعيفة قدامها أبدا. تديكي كلمة تديها عشرة. كلب انت والعقربة مريم. برضه كانت امي ما انا سايباه كل ليله دي. ايه ده؟ ايه اللي جاب الصالون ده هنا؟ صالون ايه؟ مين اللي جاب الاكل ده؟ وايه ازازة الخمرة دي؟ ايه اللي جابك هنا؟ ودخلتي هنا ازاي؟ من بابها يا حبيبي. نسيت اني مراتك ولا ايه؟ من حقي اعيش معاك في الشقه دي. تعيشي؟ تعيشي فين؟ الشقه ما فيهاش غير اوضه نوم واحده. اطمن يا عصفوره قلبي، اشتريت اوضه نوم جديده وفرشتها بدل الصالون. لا انا لا يمكن اعيش معاها في شقه واحده. مش الكلام ده بقى قدام عشان ما تبقيش ضعيفه.
خلاص احنا داخلين ننام. صباح على خير. تعالى هنا، انت رايح فين؟ ايه اللي انا عامله ده كله؟ مش عاجبك ولا ايه؟ مولع لك شمعه، مش عاجبك الشمعه ولا ايه؟ انا خلاص تعشيت، ما اقدرش اتعشى مرتين. صباح على خير. لا يا روحي، هتتعشى وهتاكل وهتقعد وهترفع الازازه دي. لا بقى، عيب كده، عيب. انا عروسه ولسه في شهر العسل، وحسين من حقي انا لوحدي لمده شهر. ايوه احنا عروسه عرايس، وانا من حقها وهي من حقي، قصدي من حقنا احنا الاثنين. بقول لك ايه، انا يا قاتل يا مقتول لله دي، لو ما اترزعتش هنا وطفحت الطفح ده وشربت الازازه دي ودخلت اتخمدت جوه معايا، هصور قتيل. انا بنت 60 كلب شرانيه، ما فرش في حقي ابدا، فاهم؟ وانا كمان مش هفر. طيب طيب، انا عندي حل. ايه هو؟ بلاش انت الليله دي يا سهر، وانا هعوضك بليله زياده. الليله وانا كمان الليله. ايه يا جماعه، ده انتوا اصحاب، فين الصداقه؟ هي اللي ابتدت. لا انت اللي ابتديتي. لا انت اللي ابتديتي. لا يا سهر، انت اللي ابتديتي. طيب طيب طيب، انا عندي حل. نبتدي من اول وجديد، كل واحده فيكم ليله. انا ما تكفينيش ليله، انا عايزه اليوم من اوله. يعني ايه ان شاء الله بلاش اشتغل؟ يعني تخرج من شغلك تقعد معايا لحد تاني يوم الصبح. انا موافق. نبتدي بمين؟ انا. لا انا. لا انا بقى. لا انا. انا يا سهر. انا الاول. بس بقى خلاص. نعمل قرعة. محدش يقرب مني، انا من حقي يوم اجازه اقضيه زي ما انا عاوز، انام في الصاله، انام في المطبخ، انا حر، وانتوا الاثنين تخدموني من غير ما واحده فيكم تلمسني، مفهوم؟ اتفضلوا بقى حلو عن سمايا، انا هنام. ولما اصحى الاقيكم محضرين للاكل. يلا يا اختي، مستنيه ايه؟ يلا قدامي.